نرجع بقى ونتكلم على المباراه ونتكلم على موسيماني وعلى لاعبي النادي الاهلي وسان داونز والقادم فنيا مع اثنين من نجومنا. كابتن وليد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ربنا يخليك. الحمد لله كله زي الفل. كله تمام الحمد لله. صدق رجعت احلى من الاول. لا بجد والله الشيخ منور كده ما 15 يوم قاعد باكل بس. كابتن سمير مشرفت منور حبيبي يا كابتن سيف منور ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. الحمد لله الف سلامه. الله يسلمك كله. الف الف سلامه. الحمد لله على سلامتك. مبروك للاهلي. الحمد لله. يعني كلنا النهارده كنا بنتفرج باعصاب يعني متوتره جدا قبل المباراه. الحمد لله قدر النادي الاهلي من خلال ياسر ابراهيم انه يطمن جماهير النادي الاهلي ويحرز هدف بدري. الهدف ده يعني ريح الناس اللي بتتفرج شويه. طبعا عمل احباط كبير جدا لفريق سان داونز. فريق سان داونز فريق محترم جدا جدا فيما يخص الكوره. يعني لعيبه كوره فرقه محترمه جدا. مستر موسيماني هو اللي عاملها. عندهم امكانيات كويسه جدا. لعيبه كوره كلهم بيلعبوا في المساحات بشكل رائع. السؤال كان مستر موسيماني يعمل اللي عمله ويقفل الملعب ولا يضغط بطول الملعب ويفتح الجيم. انا شايف من وجهه نظري هو عمل الصح. لان انت لما تقابل فريق كوره وفي ظروف. احنا رحنا لعبنا في جنوب افريقيا حتى البطوله دي تحديدا حتى ضد سان داونز 2001 والحمد لله ان احنا كسبنا البطوله في 2001. الامور هناك صعبه جدا يا كابتن سيف. درجه الحراره الرطوبه عاليه جدا الاكسجين. انت تلاحظ على لعيبه لما كانوا بيجروا سبرنت بيلقف النفس. فالمساله مش زي ما الناس. انا كنت قاعد بتفرج طبعا مع ناس كتير. الحاج تيسير الهواري احد اقطاب النادي الاهلي وكان في عدد كبير قوي. فالناس وهي قاعده بتتفرج يا عم اضغط يا عم روح على الجون اضغط يا عم انت مش قادر. الراجل مش قادر ياخد نفسه. انت قاعد انت قاعد وطالب القهوه اسمه بتاعتك. اسمه بيلقف النفس. يعني بيلقف النفس. انا قلت ايه؟ بيلقف النفس. طيب يعني مش قادر ياخد نفسه. فبالتالي قفشه بيضغط على واحد بيضغط على الثاني خلاص النفس بيروح. فبالتالي مستر موسيماني عمل فكره حلوه قوي. واحنا قلنا المدربين افكار. فكره كويسه قوي ان رامي ربيعه يبقى قدام السردباكين والعب 4-1-4-1. مشكلتها بس انك بتودي قفشه بتودي قفشه ناحيه اليمين فبتضطر تلعب بقفشه ناحيه اليمين وصلاح محسن ناحيه الشمال وديانجو والسوليه هم اللي في نص الملعب ورامي تحتيهم ما بين اكنه خط لوحده ما بين السردباكات وما بين نص الملعب. فلاعب 4-1-4-1. ليبرو متقدم يعني. ليبرو متقدم. عملها بشكل كويس قوي. الراجل احترم سان داونز لان عارف امكانياتهم. عارف ان هم بين الخطوط. الراجل بيدخل الوينجين لجوه وبيطلع الباكين على الطرف. فبيلعب على ال 18 بحوالي 5-6 لعيبه. والخمس ست لعيبه لعيبه حريفه. شفت كم الكعوب اللي اتعمل. شفت كم وان تو راحوا للشناوي بانفراد. واحد من نجوم المباراه ان لم يكن النجم الاول محمد الشناوي. فبالتالي احترام الخصم دي حاجه كويسه جدا. ان انا اسيب له الاستحواذ في نص الملعب كله وان هو يستحوذ حتى بنسبه 60% او 70% ما تعمليش مشكله طالما انا بطلع باللي انا عايزه. فلعب الماتشين بذكاء شديد جدا. ربنا كرمنا هنا بهدفين يعني ولا اروع. ما كناش نحلم بالهدف الثاني كمان. وراح هناك قفل الدنيا وربنا كرمنا برضو بهدف ياسر بدري. وبعد كده الدنيا خلاص انت بتمشي الجيم زي ما انت عايز. حتى هو نفسه في المؤتمر قال انا بس الخطأ اللي حصل ان احنا لما كنا بناخد الكرة مش قادرين نطور الاستحواذ لهجوم مرتد. وقال انا هتكلم مع اللعيبة تعمل الشيفت. يعني هو كان حاطط صلاح محسن كان حاطط محمد شريف للحتة دي ان انا بنقل في نص الملعب وبعدين قفشه يوديهم. الحتة دي بس اللي كانت مفقودة. النادي الاهلي لما كان بيقطع الكرة ما كانش قادر مش قادر انه يروح في التلت الهجومي. لكن الحمد لله المباراة عدت والفرق الكبيرة كابتن سيف بتعرف تاخد بطولات. ممكن ملعبش حلو ممكن الاداء ما يبقاش ممتع لكن اروح اخد اللي انا عايزه. ده يكفيك يا كابتن؟ طبعا. وليد لم الموضوع شوط اول هنا في القاهره وشوط تاني في جنوب افريقيا والمباراتين كانوا صعبين جدا. انا شايف النادي الاهلي خلص المباراه في مباراه الذهاب 2-0 برضو نتيجه تقيله على فرقه محترمه قوي منظمه تكتيكيا بتعرف تروح للجون عندها حلول لعيبه عندها سرعات ومهاريين تقال قوي على الكوره. فالنادي الاهلي قابل صعوبه هنا في بدايه المباراه ان هم كانوا بيضغطوا على النادي الاهلي ضغط عالي جدا من قدام
يعني قريب خلاص داخل على الشناوي، بيضغط على الشناوي كمان، بيضغط على بانون الطرفين، كان عامل مشكله لموسيماني اول 12 دقيقه، لكن موسيماني حل النقطه دي ان هو طلع بانون ورامي لنص الملعب، ما بقاش بيلعب بدفاع مضغوط، فابتدى يستحوذ في نص الملعب وابتدى يروح للجون اكتر من مرمى من مره. قدرنا نشوف تطور ديانج والسوليه النهارده، بيوصلوا للجون يا وليد من اقرب الطرق او اقصر الطرق من نص الملعب، زي هدف طاهر محمد طاهر في اللونج باص من ورا الباك رايت، خدها لجوه عملها بليسنج، كرة حلوة قوي. الهدف الثاني كان خطأ من حارس المرمى طبعا صلاح محسن. مدرسة الاهلي اصلا، شخصية الاهلي اصلا كانت قايمة طول عمرها من ايام حتى جوزيه، ان هو بيستحوذ ويحضر ويرجع ورا، يسحب الفرقة ويعمل استرتشنج الملعب ويشتغل في ظهر المدافعين. مظبوط، ده اللي ابتدى يعمله موسيماني مؤخرا، لكن النهاردة بقى في جنوب افريقيا لعب بتكتيك معين باسلوب عايز ياخد اللي هو عايزه من المباراة. قدر يوصل طول ما الوقت كان بيعدي مع موسيماني هو المستفيد، بيقدر ان هو يستحوذ في نص الملعب ويضغط على الفرقه من نص ملعبه، من نص ملعب النادي الاهلي. فانا شايف النهارده ان هو لعب بطريقه تتناسب مع ظروف المباراه والظروف، نتيجه المباراه الاولانيه 2-0، ان هو عايز يروح لابعد نقطه من الوقت، ان هو ما يخش فيه هدف اول 45 دقيقه. استنى الهدف الاول، استناه موسيماني، هو ما كان هو 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 استناه، لكن ما كانش عايز ده. يعني هدف ياسر ابراهيم في الدقيقه 11، انت بتلعب قدام فرقه تقيله على ملعبها، جايب هدف حلو قوي من كورنر، عامل التاتش من السوليه تقريبا، ياسر ابراهيم عملها جون. نفس الخطا جه في النادي الاهلي، ضربه برضو متحركه او ضربه ثابته طبعا لبوسا رقم 5، هو اللي جاب الجون، نفس الجون اللي جابه ياسر، واثنين مساكين، ده جاب هدف هنا وده جاب هدف. انما المردود بتاع موسيماني النهارده مقبول، وقدرت يعني ابص على معظم اوقات المباراه، شفت ان هو في تارجت معين وصل له خده اول 45 دقيقه، ان هو مش عايز يخش فيه اكتر من هدف، وده اتحقق عن طريق صلاح محسن وقفشه من نص الملعب، ان هم ما بيضغطوش ضغط عالي مع شريف كمان ثلاثه، بيضغطوا بيفسدوا الهجمه قبل ما تروح لديانج وتروح لرامي ربيعه وعمرو السوليه. كل ده قل خطورة المدافعين للنادي الأهلي أول 45 دقيقة، فبالتالي عدى وبقى ماشي لبر، هو عايز يوصل لبر الأمان، إن هو ما يخشش فيه أكتر من هدف، وبالفعل ده حصل. لكن النادي الأهلي النهاردة لو كان بيلعب جيم عادي زي ما كان بيلعب طرفين حسين الشحات وطاهر وشريف وقفشة من تحت منهم، كان هيقدر ان هو يروح ويلعب جيم مفتوح اكتر من كده، لكن هو خد اللي هو عايزه، اللعيبه عملت اللي عليها الحقيقه. ماتش زي ما وليد اتكلم، المباراه تبقى هناك صعبه جدا، الاجواء الجو كان حلو النهارده، درجه حراره 17، انما برده الاكسجين بيبقى قليل، والمجهود والسفر بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي دلوقتي بيلعب في 5 بطولات يا كابتن سيف، فضغط على لعيبه النادي الاهلي في الدوري، والموضوع بالنسبه لهم صعب جدا. انما النهارده الحقيقه انا بحييهم لتركيزهم، خصوصا من الناحيه الدفاعيه، ابتدوا يلعبوا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه بتركيز عالي جدا، وخدوا اللي هم عايزينه من المباراه. وانا بحيي موسيماني النهارده، فعلا لعب مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى. على اعلى مستوى. جمهور الاهلي عايز افضل، يعني عايز فنيا افضل. موسيماني الحقيقه عامل علامه كامله مع النادي الاهلي، الشكل اللي بيظهر بيه النادي الاهلي هو امكانيات لاعبين ولا ظروف لاعبين ولا طريقه مدير فني ولا الموضوع فين؟ حلو السؤال قوي. انا بس حاجه وحشه يا كابتن. لا ساعات كورونا، انت كورونا عشان بقى فتره مش معانا ولا ايه؟ هو ده بس. لا لا اصل ايه ده، احنا بنعمل عارف اللي راح مطعم قال له حلو، قال له احنا بنعمل حاجه وحشه. اصل السؤال ده هو يعني فيما معناه كده، هو مربط الفرس لحاله النادي الاهلي. انت على طول البيضه ولا الفرخ؟ الناس بتحمل مستر موسيماني، وناس بتحمل اللعيبه، وناس بتحمل الاثنين، وناس بتقارن بين جيل ذهبي اسطوري قبل كده، وناس بتتكلم على البطولات. يا جماعه تاني نبسطها للناس من وجهه نظري طبعا الشخصيه، ما اعرفش تتفقوا او تختلفوا. اللعيبه عليها نسبه 70% من وجهه نظري، وال 30% للمدير الفني. بمعنى ايه؟ ان انت لو جبت لعيبه جامده جدا جدا، يعني الجيل مثلا تريكا وبركات ومتعب وفلافيو وائل جمعه والحضري، هنقعد نعد وشوقي الفرقه الثقيله دي بتديك 70%، لان كلهم جايين في سن واحد، كلهم عندهم 26 27 سنه خبرات
عاليه جدا، كلهم ملتزمين جدا، كلهم كواليتي بتاعهم عالي قوي، لعبوا مع بعض فكلهم كتير. لعبوا مع بعض كتير، كلهم منتخب مصر، فبيديك مستوى اللعيبه مقدمه 70%. يجي لك بقى مدرب يكون امكانياته مش قوي فيحط مثلا 10 او يحط مثلا او ما يحطش حاجه خالص، يجي لك مثلا زي جوزيه فيحط هو كمان ال 30%، فبتلاقي انت المنتج اللي طالع منك ايه، بتضرب كل الناس وبتاخد في الموسم 5-6 بطولات وبتكسر الدنيا وبتدي دوري وكاس وافريقيا وسوبر وبتاخد البطولات كلها، بتاخدها بطولات بس لا بطولات واداء، واخد بالك؟ فدي المعادله الصعبه. انتوا بقى الجماهير هنا عليها انها تشوف انت شايف اللعيبه بتقدم قد ايه ومستر موسيماني بيقدم قد ايه. انت رايك دي النقطه. انا شايف ان اللعيبه لا اللعيبه مظلومه في حاجه وعليها لوم في حاجه. مظلومه ان انا قارنها بجيل اسطوري. مش يا جماعه ما تظلموش الجيل ده وتقول عليه اللي هو كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مصطفى يونس وكابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه، ده مش الجيل ده، وده مش الجيل تريكا وبركاته وفلافيو ومتعب، لسه ما وصلوش للمرحله دي. لعيبة مجتهدة جدا، لعيبة بتقدم كل حاجة عندها، لكن عندها مشاكل شوية في الكواليتي، فالجماهير ضغطة جدا على اللعيبة واللعيبة. انت عايز تقول ان دي امكانيات اللعيبة، امكانياتهم هم عندهم الافضل. يعني خليني اقول لك ان لازم اللعيبة كمان هنا بقى الجزئية التانية، ان لازم اللعيب نفسه هو يجيب مستواه. يعني حسين الشحات ما يبقاش مباراة ومباراة، طاهر محمد طاهر مباراة الذهاب عالمي وبعدين تلاقيه ماتشين مش موجود، قفشه ماتش القضيه ممكن وبعدين ماتش مش موجود، محمد هاني مره منور قوي وبعدين مره نص نص، محمد شريف النهارده محمد شريف مثلا ما فيش حاجه خالص، ماتشات قبل كده كويس قوي، صلاح بوح. فانا اللعيبه السوليه كده، حمدي فتحي كده، ديانجي كده، الاثنين الوحيدين اللي في النادي الاهلي من وجهه نظري السوليه عندهم لا عندهم مستوى ثابت بنسبه تتعدى 90%. محمد الشناوي برافو عليك. ها لا 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 دي واحده، دي واحده الطويل ده لا مش طويل ولا علي معلول. لا علي معلول علي مش موجود. لا انا بقول لك علي معلول، انا كنت اقول لك بدر بنون. لا علي معلول بدر لسه برضه شويه يعني. علي معلول والشناوي سوبر ستار. يعني انا من وجهه نظر ان الاثنين دول كانوا نسبه تتعدى 90% من ماتشاتهم. اولا هو مان اوف ذا ماتش، ثانيا هو مكسبك على طول، ما عندوش حتى ما بينزلش النهارده كمان الشناوي ما بينزل. لا الشناوي ما يعني بقاله حاجه، وعلي معلول وهو موجود. يعني انت يعني انت دلوقتي عايز تقول ان دي امكانيات الجيل، ولا عايز تقول ان اللعيبه عندها اكتر من كده، ولا عايز تقول ان اللعيبه حتى لو عملت اكتر من كده هو مش الجيل بتاع زمان يا جماعه؟ صح. انا عايز اقول كل ده، عايز اقول كل يعني ده. رقم واحد ان اصبروا على اللعيبه لان ما تقارنهمش بجيل اسطوري، ادي واحده. اللعيبه عندها احسن من كده، هي لازم تجيب نفسها تقدم مستوى احسن من كده. مستر موسيماني بيعمل اقصى ما عنده، وممكن يكون مثلا بيغلط في بعض الحاجات، لكن هو واخد دوري واخد كاس واخد افريقيا السنه اللي فاتت، واخد ثالث كاس عالم، وقريب ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا دي بتاعه الاهلي. طب يعني انتوا يعني في الاخر الراجل محقق العلامه الكامله. هل ممكن موسيماني يكون هو ماني موجوزيه النادي الاهلي الجديد؟ هنعرف من الكابتن سمير كمونه بعد الفاصل. الحمد لله هو غير من الطريقه بتاعته، لعب بثلاثه 3 5 ورا واثنين في نص قدامهم قفشه، وقدامهم اثنين في نص الملعب واثنين في راوده، غير من طريقته عشان يحد من طريقه الفرقه بتاعت سان داونز، لان سان داونز فرقه جميله جدا جدا، بتلعب كره على الارض جميله جدا جدا وبنحترمها، وفرقه تحترم على مستوى الكوره الافريقيه والعالميه كمان. والحمد لله والشكر لله ان النادي الاهلي شرف الكره المصريه وشرف النادي الاهلي وجمهوره. الحمد لله الاداء النهارده ده كويس من النادي الاهلي، اكبر فرقه سان داونز ان هم يلعبوا الكره العرضيه، ما يلعبوش الكره بتاعتهم اللي على الارض. موسيماني لعب على قد المباراه، ان هو عنده ضغوط مباريات كتيره، فالحمد لله كان الاداء كويس لحد ما النهارده. الحمد لله على المكسب ومبروك للاهلي وان شاء الله هنحقق العشر. الحمد لله مش مهم الاداء عندنا، اهم حاجه ان احنا كسبنا وصلنا اتعادلنا مش مشكله، اهم حاجه نوصل وناخد النهائي ان شاء الله، نوصل للنهائي. احنا عارفين من موسيماني ان هو ما فيش اداء السنه دي، يعني عارفين ان مش هيبقى فيه اداء، بس اهم حاجه ان احنا نكسب، واهم حاجه لما اللعيبه يغير بقى اللعيبه شويه عشان اللعيبه ايه استهلكت خالص. وكتر خيرنا اللي احنا الحمد لله بردك يعني دوري ابطال افريقيا ودوري وكاس، ورايحين نلعب سوبر وجايين نلعب دوري ونلعب قبل نهائي،
كتر خير اللعيبه جدا 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 والحمد لله. اهم حاجه بقى اللي احنا وصلنا والحمد لله، والعشره ان شاء الله ناخدها. والله الحمد لله اهم حاجه المكسب، وربنا كرمنا وصعدنا من نص النهائي وباذن الله العشره في الاهلي، والاهلي الحمد لله بمن حضر، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق البطوله ويوفقنا باذن الله. نقول الحمد لله على المكسب ان احنا صعدنا، وان شاء الله نحتفل يوم الجمعه بالسوبر. وبشكر جدا لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي رجاله باين عليهم الجهد جدا، بس الحمد لله الحمد لله عدوا مرحله صعبه، وان شاء الله واللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. الحمد لله النهارده على المكسب وعلى الصعود. كنت عايز اقابل، الحمد لله اللي احنا قابلنا سان داونز دلوقتي، ما قابلناش في قبل النهائي او النهائي عشان كان الحال هيختلف. الاهلي بيستنى اي حد اللي احنا نكسبه ان شاء الله باذن الله، والعشره من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله، ومبروك النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. السؤال اللي كنت لسه بفكر فيه، هل موسيماني ممكن يكون مانيو جوزيه الجديد بتاع النادي الاهلي؟ والله ممكن، بس هي عمليه وقت. يعني احنا بنتكلم في مانيو جوزيه يمكن من افضل المدربين اللي مسكوا في تاريخ النادي الاهلي من حيث البطولات وتطوير لاعبين. يعني في نجوم كتير قوي ظهرت ولعبت منتخبات واحترفت من خلال تواجد مانيو جوزيه جوه النادي الاهلي. انا شايف ان هو كان عنده سياسه وكانت يعني قريبه جدا من الانطباع الشرقي بتاعنا بعيد عن الكوره، ودي نفعته جامد. يمكن وليد كان معاه الفتره دي وانا حضرت فتره، ان هو بيعرف يتعامل مع اللعيب كويس قوي. خلاص بقى مصري برتغالي، بيعرف اللعيب يتقمص امتى، يصالحه امتى، يلعبه امتى، يقعده امتى. الصواب والعقاب بالنسبه له دي كانت حاجه مهمه جدا. خلاص انطبع على الانطباع الشرقي بتاعك. يعني مسك ثلاث ولايات، خد حوالي 21 بطوله، بطولات متنوعه، بطولات محليه، بطولات قاريه، وقدر ان هو يصنع نجوم كتير قوي زي ابو تريكه وبركات ومتعب وسام غالي والحضري وبقيه المجموعه الجميله اللي كانت موجوده. وانت بتلعب مع فريق بتكسب على طول، واحيانا الجمهور يطالبك باداء، ما هو في دايما تحس ان انت، يعني بحس ان موسيماني دايما في المؤتمرات الصحفيه فرحته ناقصه. يعني عارف الاحساس ده اللي هو دايما ببرر، انا كسبت، انا ظروف، انا بلعب، انا بادي ارقامي. هو طبعا موسيماني مش يعني تكمله بس للسؤال الاولاني، هو يعني مانو جوزيه افضل من موسيماني، ده طبيعي جدا، يعني واضح جدا ده بحكم البطولات والارقام لا هو كمان مدرب كويس قوي. يعني موسيماني مدرب كويس، لكن برضه محتاج وقت اطول عشان تقدر تقيمه بينه زيه وزي مانويل جوزيه او اي مدرب. احنا ما بنقارنش، احنا بنتوقع. يعني ممكن يبقى موجود، يعني يبقى قريب من مانويل جوزيه، لكن مانويل جوزيه فكره مختلف شويه. النادي الاهلي زي ما اتكلمنا قبل كده في برامج كتير، وده سؤال مهم جدا، ان هو بيلعب بيكسب بس اداء مش جمالي. طول عمر النادي الاهلي بيكسب اداء حلو ونتيجه، لكن وليد اتكلم في نقطه مهمه جدا وانا متفق معاه فيها. انا مش هقدر اقيم الكابتن سيف على امكانياته هو بس، لا، انا بقول ان فرقه النادي الاهلي هي دي امكانياتها كده، اللعيبه المتواجده ظروفها، ضغط المباريات. انا مش في بعض الماتشات اكلمك بلغه المدير الفني، انا مش مطالب مني ان انا ادائي حلو قوي واكسب، زي مباراه النهارده مطلوب مني اني اطلع بافضل نتيجه او احسن شكل للفرقه، ان انا اوصل للدور قبل النهائي. بالفعل ده حصل، لكن في بعض الجماهير في نادي الاهلي بتطلب من الجيل ده ومن موسيماني ان هو يبقى اداء جمالي مع مكسب. لكن بتكلم في الفتره المضغوطه دي، ضغطه المباريات المحليه والافريقيه مع كاس عالم انديه، لو رجعنا لورا شويه، لا، فتره مضغوطه جامده جدا، عمرك ما هتلاقي اللعيب يعني زي المكنه، لا، المكنة ساعات بتريح وتصلحها وتعمل لها صيانة. هو اللعيب كده، اللعيب ده بشر، مش هينفع طول الوقت ان هو يبقى بيأدي اداء راقي واداء فيه ابداع. لكن في فترات كمدير فني مطلوب منك ان انت، او التارجت المطلوب منك ان انت توصل للثلاث نقط فقط لغير، هي دي الفترة النادي الاهلي مين افضل لعيب في النادي الاهلي؟ افضل لعيب هو في، انا بالنسبة لي ثلاثة العمود الفقري النادي الاهلي، الشناوي، ديانج، افشا. ثلاثة دول بيأدوا أداء وعلي معلول لما بيكون موجود. إن شاء الله نتمنى. مين اللعيب اللي موسيماني بيديله وأنت عايز تقول له ريحه شوية؟ دي مصر كلها بتتكلم عليه مش أنا بس. شحات.
حسين الشحات لعيب كويس لكن مردوده مش مقبول من جماهير نادي الاهلي ومن انا شخصيا، لان عارف امكانيات حسين الشحات قوي، ان هو عنده افضل من كده. عايز اشوف حسين الشحات بتاع مباراه الوداد، عايز اشوف حسين الشحات بتاع العين، بتاع المقصه، بتاع مباراه الزمالك لما بيكون بيأدي اداء تكتيكي على اعلى مستوى. ممكن يكون حسين الشحات بتاع كل دول بس مش بتاع الاهلي. بتاع الاهلي بس هو يعني لا، يعني مش كل واحد يلعب في نادي يقدر يروح لان النادي الكبير يلعب. مظبوط. بس هو ادى معظم الوقت اللي اداه في مباراه مع النادي الاهلي وخد بطولات فيها كان كويس، لكن في فتره لازم يريح فيها ضغط الماتشات، وهو مش بتاع ضغط الماتشات. يعني حسين مش بتاع ضغط الماتشات، لازم يريح شويه. لكن انا بقول ان حسين الشحات عليه ضغط اعلامي كبير جدا، وخصوصا كمان من جماهير النادي الاهلي ان هي مش صابره عليه، ان هو مستواه مش لا يا كابتن والنبي. لا كابتن، لا مختلف انا معاك تمام. جمهور الاهلي مش صابر عليه ازاي؟ لا كابتن، ما في حد اخذ فرصه اكتر من حسين؟ هو يقصد كمونه، يقصد انه محطوط تحت الضغط. محطوط تحت ضغط يعني انت بتلعب في الاهلي يا كابتن. انا بقول انا اقصد يا كابتن يعني جمهور الاهلي بتلعب في الاهلي، بتلعب من اول دقيقه اخذ فرصه واثنين وعشرة وعشرين في الاهلي، يعني كل حاجه في الجيم معموله لك. جمهور النادي الاهلي مش هيصبر عليه يا فندم، مش هيصبر عليه. اه يعني ماتش تاني لو هو مش موفق خلاص، يعني ممكن يدمر. لا انا قصدي ان هو اخد يعني فرص كبيره. لا اخد فرصه واثنين و30 فرصه، لكن انا بقول حسين الشحات لازم يريح شويه لمصلحه الفريق ومصلحته هو. مين البديل عشان يقدر صلاح محسن زي ما شفنا ماتشات كتير بيقدر يقوم بالدور الدفاعي والهجومي، وبيقدر ان هو يسجل. ماتش الزمالك نزل وسجل، مباراه سان داونز نزل وسجل، مباراه النهارده العوده في جنوب افريقيا بيأدي اداء تكتيكي على اعلى مستوى. هو مش واضح قوي لبعض الناس، لكن احنا او ممكن انا يعني ابقى اكون واخد بالي منها قوي، ان هو بيقدر يرجع وبيعمل ارتداد سريع نص الملعب، بيعرف يضغط، بيعرف يروح للجون بدنيا، واقف على رجله، معدلات الجري بتاعته كويسه. فهو لعيب من اللعيبه المطلوبه، اي مدير فني يتمنى ان هو يكون عنده صلاح محسن، ان هو في اي لحظه كمان يقدر يجيب لك جون. انا من وجهه نظر متواضعه ان هو موسيماني زي مد حسين الشحات، وحضرتك قلت نقطه مهمه جدا، خد ماتشات كتير قوي. صلاح محسن لو خد الفرصه اللي خدها حسين الشحات هيبقى احسن من حسين الشحات كمان. طيب انت من وجهه نظرك ان الروتيشن اللي بيعمله موسيماني اجباري ولا لظروف مباريات ولا لسه ما لقاش اللي في دماغه؟ الثلاثه يعني ما لقاش اللي في دماغه. انا بتفق معاك فيها ان ما فيش جناحين حتى هذه اللحظه في النادي الاهلي عارفين ياخدوا المكان. يعني قفشه خلاص خد المكان، محمد شريف بحكم مستواه وادائه واهدافه يعتبر هو خد المكان بقى رقم واحد في الراس حربه. تعالى بقى على الجناحين، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، كهربا، اجايي، مين تاني؟ وليد. كل اللي بيلعبوا على الاطراف مفيش اتنين تحس ان المكان ده بتاعهم. يعني الاول كان مثلا رمضان صبحي تريزيجيه. خلاص. مثلا في منتخب مصر محمد صلاح، تريزيجيه، محفوظه. فكره ان انا هو انت كنت عايز ياخد مين ياخد مكانه؟ مين ياخد ايه؟ يعني انت كنت متوقع مين ياخد المكانين؟ كلهم. اي حد بس يجتهد. انت ممكن تقول ايه؟ انا توقعت ان فلان. انا مثلا كان توقعاتي كهربا وهو جاي من نادي الزمالك رقم واحد في منتخب مصر ورقم واحد في نادي الزمالك ياخد المكان ده، خصوصا بعد مشيان رمضان صبحي. انا قلت ان علي معلول وكهربا دي هتبقى جبهه قويه جدا، فكهربا واحد من مثلا من اللي الناس كلها كانت متوقعه انه ياخد المكان ده. حسين الشحات توقعات انه كان ياخد المكان ده. هي الفكره ان لكن انت طول ما انت ماشي، ما هي برضو علشان ما نظلمش حسين كان عنده لقطات كتير حلوه، بس الفكره ان ما فيش ولا واحد لقطاته حلوه وثابته. هو كله حسين الشحات كويس في كاس العالم للانديه وبعدين ماتشين ثلاثه مش كويس. كهربا كويس في ماتشين وبعدين يعمل مشكله ويقعد. صلاح محسن برضو، صلاح محسن هو نور الماتشين اللي فاتوا، لكن ممكن هتلاقيه ماتشين ثلاثة بعد كده مش موجود. فبرضو ده الكلام ده يبقى لاحقا، يعني ما المفروض ما يتقالش دلوقتي، لكن انا ممكن يحصل تبديل وتوافيق في السنة الجاية. هو مين اللي دخل يعني يبقى حد كده مثلا بقيمة كينو في عز تألقه مثلا، يبقى حد كده هو ده اللي الاهلي بس يعني مش توقيته يعني. يعني خلينا ده بعد النادي الاهلي لما يكسب بطوله افريقيا ان شاء الله. سيرينو حد على الوزن ده يعني. اينو اي حاجه اينو يعني. لكن هو النادي الاهلي فعلا الثلاث مراكز اللي قدام
محتاج ان يبقى اللعيبه فيها سوبر بشكل ثابت. يعني يبقى في جناح شمال وجناح يمين وراس حربه تقال. طيب تقال علشان نحقق المعادله اللي حضرتك بتقول عليها اللي الجمهور طالبها، ان انا ابقى باخد بطولات وبلعب بقى كره حلوه. طيب انت قلت جمله كويسه، وقلت يعني انا كنت متوقع ان كهربا الراجل جاي من نادي الزمالك منتخب مصر راجل رقم واحد، رمضان مشي ان هو يكون موجود. كابتن سمير، ما بتبقى في الحاله دي وتبقى رقم واحد وتبعد تبعد تبعد تبعد، نفسيا دلوقتي ترجع ازاي؟ لازم ارجع نفسي واشتغل على نفسي كتير قوي، ابص او اتفرج على الماتشات بتاعتي، انا ببقى حاسس ان انا مجهد، اريح نفسي، محتاج شغل بدني، محتاج اشتغل على الجون على حسب مركزي طبعا، ان انا انمي واشتغل على نفسي. هي دي نقطه مهمه جدا، انما في بعض اللعيبه بتكتفي بالموضوع ده، ان هي خلاص انا جاي كراجل اساسي مش موافق فتره احتياطي، لا خلاص اقعد احتياطي. لكن في لعيبه بيبقى عندها حميه وتقدر تشتغل على نفسها، زي مثلا طاهر، محمد طاهر اخر فتراته ابتدى يرجع نفسه شويه، لكن مش هو ده طاهر بتاع المقاولين، ده بندي نموذج يعني مصغر او نموذج قريب قوي، ان طاهر في المقاولين كان عنده سرعات وبيروح للجون، بيشتغل من العمق من ورا الخطوط، بيبقى فرو الثاني، بيطور من نفسه كل يعني استمراريه في الاداء. تكمله لكلام وليد، نقطه مهمه جدا، الاستمراريه في الاداء مهمه جدا للعيب رقم واحد، ان انا بعرف اهدف، بعرف احافظ على مستوايا، بحافظ على اللياقه البدنيه بتاعتي. فاللعيب لو ما اشتغلش على نفسه وعرف اخطائه طبيعي جدا ان هو هيبعد. موسيماني ظلم كهربا ولا كهربا ظلم نفسه؟ لا، هو موسيماني ما ظلموش، اداله ماتشات كتير قوي ووقفه على رجله اول ما جه من نادي الزمالك، وقدر ان هو يحطه في المكان الصحيح بتاعه اللي هو كان متالق فيه في نادي الزمالك. لكن في مطبات بتحصل للبني ادم العادي مش لعيب الكوره بس، بتاثر عليه في شغله، وبالفعل ده حصل، اثرت عليه في الملعب. كهربا لو هو مركز في الملعب هيبقى افضل من كده، لكن هو اللي ظلم نفسه مش موسيماني اللي ظلم. كهربا في النادي الاهلي الموسم الجاي تالي صعب، بس يعني برضو الكلام ده برضو توقيته مش 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 مناسب، لكن انا حاسس كده ان مستر موسيماني او عامه المدربين الاجانب والمصريين بيقفل ما بيفتحش، يعني هيعذبه للامانه يعني. هو خصوصا لو القصه شخصيه، صعب جدا جدا، ما شفناش مع حد دي متهيئة. ما شفتهاش مع مدرب حصل مشكله بينه وبين لعيب شخصيه ونسي واداله، يعني هتلاقيه بتحصل آفل. بس اللعيب ممكن يبقى دايس دوسه بقى ايه، دايس على البنزين للاخر، يعني لو انا بنزل هتبقى محتاجة بحرجك وبلعب عارف ان مش برضاك، يعني هتبقى محتاجه اولا جلد. اولا توفيق من ربنا طبعا، كل حاجه واقفه توفيق من ربنا عالي طبعًا عالي طبعًا. وهتبقى محتاجه جلد، برافو عليك. وهتبقى يعني مثلا كهربا ساعه لما نزل في مباراه الزمالك وخد الكوره وزق مش عارف من عبد الله جمعه ويروح ويجيب جون، تظبط شويه انت فاهم. لو مثلا خد في مباراه الترجي او خد في النهائي واشتغل وبقلب وبروح وراح مكسبك بطوله، تظبط شويه. لكن غير كده انت هتلاقي الراجل قافل قافل قافل، مش هي يعني مش هيصفى بسهوله. ودي انا بشوفها مع مدربين كتير وحصلت لنا كتير. الله يسلم كل كابتن جوهر، يسلم كل لعيبه الاهلي والزمالك، واقف اقول لهم جملتين ما لهمش علاقه بفنيات ولا اي حاجه خالص. قال لهم اللعب الاهلي والزمالك ده حاجه كبيره جدا جدا طبعا، هتعيشوا فتره قصيره قوي، فاهم قصدي؟ انت اللي هتحددها، يا هتكبر الفتره يا هتقصرها، وانت اللي هتحدد بعديها يا هتبقى رمز ونجم يا خلصت الشغلانه. بس هو ده الطبيعي، ده السن الطبيعي، ما احنا كنا كده وكان برضو في ناس بتنصحنا. هو السن في واحد النضوج بتاعه بيبقى بدري، في واحد النضوج بتاعه متاخر. النهارده ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد ما هو كابتن صديقنا وزميلنا النهارده هو نفسه بيقول ايه مثلا، بيقول يا ريتني ما هو كنت سمعت مثلا كلام انت بتجيب الميكروفون كلام وليد وانت بتجيب الميكروفون للعيبه يا كابتن، بتجيب الميكروفون للعيبه تقول له ايه؟ اسمع، لانك هتيجي في وقت ما تقول يا ريتني ولا حد سمع ولا حد سمع. بس اقول لك دي طبيعه الدنيا، يعني احنا كنا في نفس السن برضو عندنا 20 سنه وكان ناس بتقول لنا انت يعني انا كان في انا كان في احد الاشخاص بيقول لي اصحى الصبح وروح لف في نادي الجزيره يعني بسبع لفات يعني انت كان فيك كابتن من كهربا؟
ايه؟ كان فيك من كهرباء؟ كان فيا من كهرباء؟ لا مش يعني لا مش شرط كل لا واحد لا لا, 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 لا لا كل واحد يعني الحق لا وليد كان ملتزم و... اقول لك على حاجه انت اللي دخلت نفسك في الموضوع انا سيدي اقصد اقول لك حاجه جزء فني اقصد اقول لك حاجه ثانيه كمونه دلوقتي قال جزئيه مهمه جدا ان اللعيب المفروض يشتغل على نفسه طبعا وزي ما انت بتقول يبقى عارف انها سنين قليله قوي وهتروح فين لكن انا بقول لك بقى بطبيعه اللاعب واحنا في نفس السن كان بيتقال لنا نفس الكلام يعني تلاقي كمونه كان حد بيجي يقول له مثلا كابتن محمود صالح ولا كابتن اقول لك اقول لك سر خلي بالك اقول لك سر مش عارف تشتغل على بس هو ماشي حاضر اكتر اتنين لعيبه حبيتهم اتنين صالح جمعه تاني كهربا اكتر اتنين ناديت عليهم اللي هو ايه طيبين جدا على فكره جدا لا بره الملعب حاجه وشخصيات جميله اي حد تيجي اي حاجه يتكلم يا كابتن خيرين جدا جدا حبيتهم في ان انت عمال تنادي عليهم ايه انت لعيب جامد قوي حاسس مين لعيبه كبار لعيب جامد قوي حاسس صعبان عليك لا بالظبط كده وبعدين النهارده احنا بنتفرج على صالح لا متعه يا عم بص طب هات لنا والنبي الجونين اللي عملهم في سيراميكا بص كده وكده بص حاجه يعني الجون الثاني عمل كده وراح عاملها له كده لا متعه واحد متعة. مره قال لي واحد مره قال لي يعني كابتن انتوا في كل برنامج بتتكلموا على صالح عمال لعيب هتعملوا ايه نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نرجع بقى نسال السؤال اللي كل الناس دايما بتساله بنشوف دايما تقييماتها كابتن سمير في اللعيبه في مصر لعيبه الاهلي والبيراميدز والزمالك بارقام كبيره جدا لعيبه تانية بارقام متوسطه هو فعلا مستويات اللعيبه قد مستويات الفلوس مش كل الانديه في انديه بتدي مبالغ ضخمه جدا على اللعيبه بتبقى يعني بالبلدي كده ما تسهلهاش لان انا من وجهه نظري او ليا تقييم معين اللعيب اللي هو محلي ما بيلعبش منتخب سعره بيختلف اللعيب اللي هو بيلعب في المنتخب الاولمبي ومع فرقته في الفريق الاول سعره بيختلف لكن في ناس ما بتحبش التقييم ده في ناس بتحب تقيم بالحب والكاريزما او القبول او الحاجات اللي هي فيها يعني عارف الانطباعات بتاعتنا دي لكن مش بالتقييم اللعيب انا من وجهة نظر اللعيب اللي هو بيبقى دولي وبيلعب بشكل منتظم مع فرقته وبشكل كويس وبيكسب فرقته ده بيبقى اعلى ليفل واعلى سعر بالنسبه للاعيبه الدوري المصري لكن في لعيبه تانية وانديه تانية كتير رفعوا الاسعار على لعيبه ومستواها لا يليق بنفس المقارنه بالثمن يعني ما انا شايف ان المقارنه بالثمن او ان هو تقيمه بالثمن ده بعيد كل البعد مين احسن نادي بيشتري بيشتري باحترافيه ولا بيشتري النادي الاهلي النادي الاهلي عارف كل الفلوس اللي بتروح لكل لعيب بيقيموا بيها ويقدر ان هو
عنده احترافيه في في في, في البيع والشراء يعني الحتتين دول هو مميز فيها. لكن الـ 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 بالنسبه لبيراميدز كفلوس اعلى لكن باحترافيه هو النادي الاهلي. مين احسن فريق عنده لعيب؟ احسن فريق عنده لعيبه اللي ياخد الدوري. لان انا ما تحسبليش يعني خلينا طب نتكلم بصراحه. نادي الزمالك عنده افراد كويسين جدا جدا يعني ساسي في حته تانية خالص في الكوره. بن شرقي عالي جدا. شيكا طبعا واحد من احرف اللعيبه. زيزو كويس. اوباما كويس. عنده افراد هايلين تمام. لكن ممكن يبقى كفريق ما بياخدش البطوله. فما اقدرش اقول ده احسن فريق. ده يبقى فيه ظلم للفريق اللي بياخد البطوله. انا مش احسن فريق. انا قلت احسن فريق عنده لعيبه. ما احسن فريق انت ممكن يكون عندك احسن لعيبه وما عندكش احسن فريق. صح. الاثنين برافو عليك. بس انا اقول احسن. مركز انت معايا النهارده في الحاجات. 10 على 10 قلت لك ما عندناش حاجه وحشه. بس لما تيجي تقيم احسن فريق اخده ازاي؟ انا ما سالتش سؤال احسن فريق. ايوه احسن فريق عنده لعيبه. أيوه. اقوله ازاي؟ اقوله بالبطولات. يعني الاهلي بياخد البطوله مثلا؟ لا لا بس اديني بس فرصه واحده واحده بس. اتفضل. احسن فريق اللي بيكسب واللي بياخد بطوله. اللي بيكسب ما هو بيكسب بطوله. وأحسن اللي بيكسب واحسن فريق احسن فريق عنده لعيبه اللي بياخد البطوله برضه. بس يعني فضل. يعني حضرتك انت ممكن تيجي تقول ايه موسيماني؟ انا اسف. بيراميدز عنده افضل لعيبه في الدوري الممتاز بس ما عندوش افضل فريق. في اختلاف افضل ايه؟ افضل لعيبه. لا بس ما عندوش افضل لعيبه. ليه؟ لا ما عندوش افضل لعيبه عشان ما بيكسبش. انت هتقول لي معلش انت بتحسب الكابتن بتحسب اللعيبه دي 30 لعيب ولا بتحسب انت على ال 3 4 5 اللي انت شايفهم كويسين؟ بحسب على الفرقه ال 11 على ال 30 لعيب. لا معلش ال 11 مفيش حاجه اسمها 11 في كوره. الفرقه قايمه. والاهلي بيلعب 11 لعيب. طب مين عنده احسن قايمه؟ الاهلي. عشان بيكسب ولا عنده احسن قايمه؟ عشان بيكسب. عشان بيكسب. اللي بياخد البطوله ده احسن فريق في اسبانيا دلوقتي النهارده. اتلتيكو مدريد يا كابتن. اتلتيكو مدريد احسن فريق. لكن النهارده لما نيجي نقول اللي برشلونه عنده ميسي نقول برشلونه وريال مدريد عنده افضل لعيبه. مش شرط ان يكون عندك افضل لعيبه. افضل لعيبه بنحس الاداء معك احسن فريق. بنحس الاداء بس افندم ولا بنحس الاداء ولا يعني افضل لعيبه ككل 30 افضل لا افضل لعيبه. طيب يعني انت النهارده انت النهارده قلت الزمالك النهارده عنده ساسي عنده بن شرقي عنده شيكابالا عنده. بص يا كابتن افضل افضل لعيب. لو اللعيبه دي بقى ربطت مع بعض لو قست بقى بالورقه والقلم بالورقه والقلم ودرجات هيطلع الاهلي. بس خلاص لو قست ال 30 لعيب وتقول بس ما تقولش إن انا مش عايز في الاخر انا مش رافض اختيار. انا بقول لك تقولي ما تقولش عشان هو اللي بيكسب. سيبنا من المكسب. المكسب ده افضل فريق افضل كره جماعيه في مصر هو النادي الاهلي بلا منازع. افضل كره جماعيه مفيش كلام. تمام مفيش كلام. افضل كره جماعيه في مصر هو النادي الاهلي. ما يبقى افضل النادي فريق. يا كابتن ما انا ما سالتكش على افضل فريق. انت الكورونا ايه؟ ما هو افضل. بص يا انا قلت لك افضل لعيب افضل فريق حاجه والفرقه اللي بتكسب حاجه وافضل كره جماعيه حاجه وافضل لعيبه حاجه تانية. لا انا ممكن يكون عندك بعض. دي واحده بس. انت في فريق يقول لك ايه انا رابطهم الاربعه ببعض يا كابتن ما ينفعش. انت في فريق يقول لك انا عندي النهارده لعيبه كبار جدا بس ما فيش اسطى يربطهم. ايوه كبار ما فيش حد يشغلهم. بيقدموا ايه لعيبه كبيره بيقدموا ايه؟ معلش لا لعيبه يعني معلش يعني انت جبت مثلا نموذج حلو قوي بيراميدز تمام. بيراميدز عندهم عدد من اللاعبين الدوليين اللي فعلا كواليتي بتاعهم عالي جدا تمام. لكن هم كفريق 30 واحد لا مش مركبين مع بعض. نتائجهم مش كويسه. وما بيكسبوش الجوله بقى صح. بص يا كابتن احنا لو جينا في بدايه الموسم ومسكنا بيراميدز ومسكنا الاهلي ومسكنا الزمالك هنلاقي في بيراميدز في خطوط. لا بيراميدز معاه نص المنتخب. بيراميدز معاه فريق كبير. لا انت بتتكلم على 7 8 ما هو 7 8 كابتن. ما على 30 لا ال 30 ال 30 التوتال. مفيش فرقه في مصر كابتن. مفيش فرقه في مصر عندها 30. لا الاهلي عنده 30 يا كابتن. ده مفيش فرقه في مصر بالاهلي عندها دكه بدلاء متساويه مع اللي في الملعب. لا الاهلي عنده كده كابتن. انا دي وجهه نظري. معلش يعني ليه بقى انا بحسبها كده؟ معلش انا راجل فني. معلش انا بحسبها بس راجل تحب وتكره بتاع طالع من كورونا عندك مشكله. دي موضوع تاني. لا والله انت عارفني. بس انا بحسبها ازاي يا كابتن؟ ال 30 لعيب معلش اصل الاهلي عمل روتيشن كتير ودور. صح. انا شايف ان بالعكس محمد شريف صلاح محسن كهربا حسين الشحات وليد سليمان اكرم توفيق ديانج حمدي فتحي صلي على النبي بس سلية. صلي كلهم على النبي قريبين جدا. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نمسك خط واحد بس خط الهجوم اللي انت فتحت بيه. محمد شريف هو الاساسي ده ماشي. قول لي كده البديل. لا موجود انا بسالك بس واحده واحده طيب قول لي البديل.
انا بسالك كابتن والله, بس ممكن كذا حد يلعب كابتن. انت بص يا كابتن, صلاح محسن بيلعب في المكان ده كويس كابتن جدا كابتن. وولتر بواليا انت جايبه اصلي انت برضو انا جاي لك في الكلام. انت قاطب معايا ليه النهارده كده؟ لا ماشي حاضر. انت الدنيا مغيرات جامد. ماشي انت دلوقتي قلت لي محمد شريف رقم واحد. أيوه ممكن تقولي البديل؟ احنا بنتناقش بناخد ندي مع بعض. ما هي ما اسمهاش البديل, هي اسمها اللي موجودين في المكان. كابتن براحه بس. لا معلش امشي معايا, بس امشي معايا واحده واحده احتمال اتعلم. مش مقدمين عروض كويسه صح؟ انا ما قلتش كده برضه, انا مش جاي في كده. اتفضل. انا هم كلهم لعيبه كبار. ممكن تقولي البديل؟ انا بسالك سؤال اجابته صعبه. لا في وولتر بواليا, في مروان محسن, بس نقف في صلاح محسن. نقف هنا فضل. في وولتر بواليا, في مروان محسن, وفي صلاح محسن. ماشي تمام 100%. نفس مستوى شريف؟ لا خلاص. يبقى مفيش فريق شريف. البديل على مستوى الاساسي. ايوه بس يا كابتن انا مش حاجر كده والله. كلامك ماشي, كلامك طيب. مظبوط, بس في بعض المراكز. خش على طب دقيقه واحده, دي اللعيبه علي معلول كده. دقيقه واحده علي معلول هكمل لك. هكمل لك خش على الشناوي كده. بس علي لطفي انا جاي لك. علي لطفي قد مستواه عامل ازاي يا كابتن؟ واحده بس عشان ما تسخنش. اتفضل. محمد الشناوي الحارس رقم واحد. كل الاحترام لعلي لطفي, وحارس مرمى كبير. الفرق بينه وبين الشناوي كبير. في اختلاف؟ لا بس مفيش اختلاف. ادي خط تاني. تعالى في الخط الثالث. ما انا جاي لك اهو واحده. طب اتفضل. انت بتعطل معايا. انت ماشي. ما احنا انت بتمسك حالات. ده انا بمسك يعني خط. مثلا حراسه المرمى دي طول العمر على مدار التاريخ في اي حته في العالم في رقم واحد. ده بيلعب يعني عصام الحضري بيلعب منتخب ومكسر الدنيا. اللي تحتيه لازم يبقى في فرق. كابتن وليد فضل. انت موسيماني لحد النهارده. انا سالك من 10 دقائق كمل. قلت لي بيعمل روتيشن عشان ما حطش ايديه على 11. مفيش فرقه كابتن في مصر قريبين من بعض في المستوى. لا يا كابتن فضل. كابتن مفيش فرقه في مصر عندها 11 و11. مفيش, كلهم لعيبه كبار. بس فريق ان انا عندي ده بمستوى ده مسمار بيزقه يعني ده لو رمش ده مش هيلعب. مش موجود. طيب ما تعالى مش موجود. طيب براحتك. كل الاحترام لكل اللعيبه. ممكن اخد انا كمان مثال زي ما حضرتك خدت مثال. تعالى ناخد نص ملعب النادي الاهلي والفندرات واللي قدامهم. الثلاثه اللي قدامهم نص ملعب النادي الاهلي. لا قول اللي قدامهم الاول. لا معلش, ابتدى السوليه وحمدي فتحي هم الاساسيين. ديانج كان قاعد, وبعدين ديانج لعب. لما جه بعد فتره ركب, جه اكرم توفيق مكسر الدنيا. فبقى ديانج والسوليه واكرم توفيق وحمدي فتحي الاربعه لعب اي اثنين ومسامير في ظهر بعض. واللي بيلعب بيبقى كويس. والمصحف انا مقتنع اللي قدامه ده الخط الوحيد. لا اللي قدامه كده. خش على قدامه. اللي قدامه احنا لسه بنقول الجناحات. خش على قدامه. حسين الشحات وكهربا وصلاح محسن. انت ما عندكش يا كابتن. يا كابتن انت كابتن بتقول وليد أسامي. سليمان كابتن انت حضرتك بتقول اسامي, ولكن لازم ده تتبعها اداء. أيوه انت النهارده مفيش غير قفشه اللي بصم على مكانه. ده اللي انت قلته. يعني قفشه اللي بصم على مكانه. صح. كله ما قدمش لسه اوراق اعتماده. بس ما قدمش هنا بس في لقطه. اتفضل. ما قدمش اوراق اعتماده بالنسبه اللي احنا نتمناه للنادي الاهلي. لكن الناس دي واخده دوري وكاس وافريقيا وتالت عالم. احنا مش بنتكلم يعني على لا يا كابتن وليد. نتكلم ان احنا عايزين يوصل. يا كابتن انت بتتكلم. انا بكلمك على قماشه وانت بتكلمني على بطولات. انا بكلمك على لعيبه, على خامات لعيبه, وانت بتكلمني على نتائج. ما اللعيبه دي افصل. اللعيبه دي واخده بطولات. بس احنا نتمنى ان المستوى يبقى اعلى من كده. كابتن انت دلوقتي بتقول لي الاهلي ممكن يكون عنده اللعيب وبديله الاثنين زي بعض. ايوه في اماكن ما فيهاش اللعيب يا كابتن. لا بس في اماكن فيها. انا مش بتكلم على الاهلي. وفرقه مع النادي الاهلي. انا بتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز. مفيش. انت بتتكلم في مصر. انا بتكلم في اي نادي واخد دوري وكاس عشان الحته دي. خد بالك انت لو سالت مثلا كابتن سمير قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. انا صح ولا كابتن صح؟ وما يغمزلكش. هو غمزني. ما يغمزلكش. لا قول والله العظيم اقول الحق. انت لو سالت سيد عبد الحفيظ ولا سالت موسيماني ولا سالت حد في النادي الاهلي هيقول لك احد اهم المكاسب اللي خلت النادي الاهلي ياخد دوري وكاس وافريقيا هي الحته اللي انا بقول لك عليها. والله اللقطه اللي انا بقول لك عليها دي يقصد يا كابتن. ده كاس العالم للانديه طار الوحيد اللي في مصر اللي هو عنده البديل الكفء بس. هي باختصار الموضوع وقريب هو فعلا لو ما كانش عنده البديل الكفء ما كانش موسيماني لقى حلول. يا راجل ياسر ابراهيم الناس قطعته ماتش الزمالك. في فرق برضه يا كابتن سمير. في فرق بين الاهلي افضل فريق. في فرق ان انا عندي البديل الكف. في فرق ان انا عندي 11 زي 11. طب انت عايز ايه؟ السؤال ايه؟ مفيش فريق في مصر عنده 11 زي 11. لا لا متفقين. الاهلي الاقرب. انا متفق معاك في دي. ما كابتن ما هو وليد التاريخ هيحاسبك. بص يا وليد لا فعلا على فكره والله طول عمرنا كده. لا انا بتكلم حتى على في الجيل بتاعك. استنى انت السردوكات في الجيل ما توهو ما يتوهكش يا كابتن. ركز معايا. كان ابو الذهب ويوسف ومشير والحديدي الخمسه عاملين ايه؟ قريبين من بعض ولا
يعني اه يعني في فروقات فرديه. احنا في المكان بتاعنا كنت انا وكابتن رضا عبد العال وكابتن عمرو انور وكابتن عبد الحليم. احنا في زمن ما فيهوش كده. احنا في زمن يا كابتن, احنا في زمن ما فيهوش كده. ما فيش اللعيب والبديل. انا عايز ما فيش قبل الماتش انت مش عارف مين انت بتضرب. عمياني الافضل. انا عايز ادي النادي الاهلي حقه في الحته دي. يعني انا بدي اداره النادي الاهلي. انت فاصل حاجتين برضو. انت فاصل حاجتين برضو. النادي الاهلي اقوى فريق. النادي الاهلي اعظم اداره. النادي الاهلي اقوى فريق تكاتف. النادي الاهلي بيلعب اقوى كره جماعيه. خليه بس اخلص كلامي. ولجنه التخطيط فكره انها تجيب لعيبه ولجنه التخطيط والمدربين والاداريين كويس وكل حاجه زي ما انت. انا متفق معاك بس مفيش فريق في مصر يمتلك فريق واحتياط ودكه بدلاء بنفس المستوى. موافقك في بعض المراكز ولا في العالم كله. بس في بعض المراكز انت اللي بالك ساعه بتقول يا كابتن في بعض المراكز النادي الاهلي عملها والحته اللي احنا بنقولها لان مفيش لعيبه حجزت اماكن فبقى المستوى قريب جدا من بعض. ده خدم النادي الاهلي في ايه؟ ان انت النهارده طول ما انت ماشي السنه اللي فاتت كورونا يقع منك 5-6 ما عندكش مشكله. 7-8 يتصابوا. ده مره واحنا في السكور شيت كابتن 17 لعيب مصابين. كابتن مع احترامي انت بتكسب بس عندك مشكله. بتكسب. هو انت كابتن من غير الشناوي ما كسبتش؟ كسبنا بس عندك مشكله. لان الشناوي مع كل احترامي كابتن انت في حته ثانيه. كابتن انت في موسم استثنائي في العالم كله. هو فين ريال مدريد؟ فين برشلونه؟ ناس ما بتاخدش ولا بطوله. لا بس دي اثرت ليفربول نفسه. هطلع فاصل يلا هطلع فاصل. اطلع. ده تعبتني النهارده. وانا كابتن سمير بستشهد بيجي يرمزك يعمل لك كده. ما انا شايفه ده كوم مش ده. ده حبيبي ده يعني حبيبي دلوقتي يا كابتن. التاريخ هيحاسب بعض. والله التاريخ هيحاسب. بقول لك ايه واحنا في الملعب اعرف انا قصه الملعب دي بعد الفاصل. وجح كالكو شوف عملوا ايه بقى بره الملعب. اتنين رز بلبن. الدوري الاسباني الحقيقه بيشتعل بشكل كبير النهارده. اتلتيكو مدريد بيفوز بالدوري الاسباني والنهارده كمان الريال بيخسر. برشلونه بره الجيم. مشهد لا انا بحييه وده الاصرار بقى والعزيمه ان هو يوصل للهدف اللي هو عايزه. سواليد حاجه ده ملحمه السنه دي. ده هو النهارده جاب الجون الثاني والمباراه اللي فاتت برضو جاب الجون الثاني في الدقائق الاخيره. خد بالك ده مكسبهم الدوري. فيعني برضو مش شرط ان انت تبقى نادي كبير او فريق كبير يبقى انت بتعمل كل حاجة صح. ادارة التعاقدات في برشلونة عندها كارثة. انا ما سيبش مهاجم بالحجم ده واسيبه ببلاش وبطريقة مهينة جدا جدا. مش عشان برشلونة يبقى لا يبقى تسيب المهاجم اللي هو عنده تاريخ غير طبيعي معاك ومع الثلاثي ميسي ونيمار كانوا عاملين سنين يعني ولا اروع وتسيبه ببلاش حتى بدون اي شرط جزائي مثلا او تقول له مثلا ممنوع عليك انك تروح ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد تطلع مثلا في دوري تاني. سايبينه كده زي ما يكونوا بيقولوا للناس كلها ان هو يعني ما بيعرفش يلعب. فالراجل بيرد رد قاسي جدا. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف مين افضل مدرب في الدوري الممتاز وافضل فريق في الدوري الممتاز بعد نادي الاهلي والزمالك. بعد افضل مدرب في الدوري الممتاز حتى الان انا ممكن اخدها مناصفه بين الكابتن علي ماهر وبين كابتن خالد عيد. يعني كابتن علي ماهر اداء رائع مكانه يعني طليق بالمصري عامل نتائج كويسه واداء حلو صح. بس الكابتن علي ماهر عامل انجاز. الكابتن خالد عيد داخل في الاعجاز يعني حاجة رائعة بشباب صغير بميزانية قليلة جدا بيلعبوا كرة حلوة بيقدموا أداء كويس ونتائج كويسة قوي. يعني نتمنى لهم التوفيق. سمير متفق مع وليد مع كابتن علي ماهر ماشي بخطوط ثابتة عامل تيم كويس قوي الثلاث خطوط منظمين بيعرف يكسب نفس طويل ودي مهمة جدا ان هو النفس الطويل مع الفرقة اللي هي غير الأهلي والزمالك ومجلس الإدارة موفر له حاجات كتير قوي منها شراء اللاعبين السنة دي لعيبة مميزة وكميته ماشية مع اللعيبة يعني اللعيبة بتعرف تلعب معاه وبيعرف يكسب. أنا شايف إن علي هو من أفضل المدربين وكمان بشيد بأداء الكابتن إيهاب جلال. إيهاب جلال في الإسماعيلي. كابتن إيهاب جلال مستلم الفرقة من حوالي شهر ونص أو شهرين
يعني ممكن نقول قبل الاخير برصيد 10 نقاط او 11 نقطه، دلوقتي بيتكلم في 21 نقطه ودخل في منطقه الامان. فكابتن اياب جلال عامل شكل مميز مع فرقه نادي الاسماعيلي، لان هم كانوا بعيد بعاد كل البعد عن منطقه الدافئه او نص الجدول، فقدر ان هو يخش في مكانه كويس. شرفتك يا كابتن سمير، ربنا يخليك. شكرا كابتن، ربنا يخليك كابتن وليد، شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن، ربنا يخليك. شكرا، خلصنا حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله باذن الله استنونا في حلقه خاصه في نفس الميعاد. اشوفكم على الف خير.